وساعدت الفكر الداعشي المتطرف على الانتشار في هذه البلدان. صحيح. يعني بمعنى أن إيران ومنذ بدء تصدير الثورة في العام 1979 وإنشاء خلايا حزب الله في معظم دول العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط استطاعت إيجاد الشق الطائفي أو اللعب على الوتر الطائفي في المنطقة، والآن تحصد ما زرعته في السنوات الماضية بشكل كامل. هلأ القول أن حزب الله لن يواجه داعش إذا ما دخل الأراضي اللبنانية أعتقد أنه مجرد كلام استهلاكي، لأن حزب الله سيجد نفسه في معركة وجود، لأنه حاليا يقاتل داعش في أكثر من منطقة بسوريا، يقاتل جبهة النصرة، يقاتل الجيش الحر، على اعتبار أن سقوط النظام السوري يعني سقوط حزب الله في لبنان، يعني فشل المشروع الإيراني في المنطقة. إن انتقلت المعارك إلى الداخل اللبناني من دون شك سيكون حزب الله في الواجهة مجبرا. لكن في المعارك الأخيرة أو في التسللات الأخيرة التي دخلت بها فيها بعض عناصر داعش كانت شديدة القرب من مقرات حزب الله، ولم يتعرض لها ولم يواجهها. علامة استفهام. أما أن حزب الله بالإضافة إلى يعني أنه كان في موقف آخر ذكر أنه في مخيم عين الحلوة هناك بعض التقارير تشير إلى هذه الاجتماعات، ويعني لا أضمن صحة هذه الأنباء، لكن ذكر أنه في مخيم عين الحلوة عندما ذكر أنه في بعض العناصر تنتمي إلى داعش أو على الأقل تحمل نفس الفكر، كانت هناك اجتماعات بينهم وبين عناصر من حزب الله للحيلولة دون أن تسوء الأوضاع في المخيم أو يصدر عنه أي خطر، لأنه من غير مصلحة حزب الله أن يدخل في مواجهة مباشرة مع هذه العناصر لمصلحته في موقع بالتحديد موقع مخيم عين الحلوة، موقع شديد الحساسية، ولن يكرروا المأساة التي حدثت في مخيم نهر البارد في الأعوام الماضية. فكل هذه مؤشرات أنه حزب الله سيظل على موقفه، أم ترى أنه لا سيكون حزب سيكون الله جزءا من المواجهة بشكل إجباري، بشكل سيكون إجباري جزء من المواجهة، على اعتبار أن القضية لا تتعلق فقط بدخول مجموعات لداعش واحتلالها بعض المناطق اللبنانية، بل تتعلق بوجود حزب الله نفسه في لبنان. نعم. وخصوصا أن بعض الكثير من الأطراف اللبنانية سياسيا وطائفيا ربما قد تستغل أي تقهقر لحزب الله لإزاحته من الطريق، وخصوصا أن حزب الله أثبت خلال الفترة الماضية على أن سلاحه ليس سلاحا مقاوما، وجه نحو المدنيين في بيروت وسلاح مسيس طبعا، يعني احتل بيروت ويفرض يعني حتى تعطيل يعني نعم حتى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية يتم التعطيل بواسطة سلاح حزب الله. يوجد العديد من المرشحين وحتى بينهم مرشحين من حزب الله نفسه مثل ميشيل عون و وفرنجي، وللآن لا يريد حزب الله الوصول إلى حل لأزمة الرئاسة، وبالتالي فإن كل ما يجري الآن حتى يعني لا نريد توجيه اتهام جزافي لحزب الله بأنه ربما قد علم بتسلل القاع ولم يتصرف حياله، ربما يعني لو صح هذا الكلام ربما ليقول للطوائف المسيحية أن وجودي في سوريا أو وجودي العسكري على الحدود اللبنانية هو لحمايتكم أنتم، نعم، وليس مجرد استعراض عسكري أو فرض للنفوذ أو انتشار خارج مناطق سيطرتي. وأعود يعني المربع الأول الذي بدأنا منه بأن ظهور السلاح المسيحي يعني ليس ظهورا مفاجئا، يعني على الرغم من أن غالبية المنازل في لبنان لديها أسلحة فردية، مسدسات ورشاشات وغيره، لكن التنسيق الذي ظهر في منطقة القاع على شكل مجموعات يدل بشكل أو بآخر على تدريب سابق قامت به القوات اللبنانية التي تسيطر على هذه المناطق مسيحيا للتدخل عند أي طارئ. طيب يعني نرى إن كان ذلك كافيا أم لا. معنا من بيروت عبر الهاتف العميد ركن هشام جابر الباحث في قضايا الإرهاب. سيادة العميد هل تسمعني؟
نعم تفضلي. نعم، إلى أي مدى تستطيع الدولة اللبنانية بإمكاناتها الأمنية والعسكرية أن تتصدى لهجوم محتمل من داعش، أو أنه تخطيط محتمل أن تكون لبنان هي المرحلة القادمة لعمليات داعش؟ هل ترى أن الدولة اللبنانية قادرة على التصدي، وبالتحديد في حالة انسحاب حزب الله من المواجهة والانضمام إليها؟ لا 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 لا، أولا حزب الله له دور أساسي في التصدي للمجموعات المتمركزة في جرود أرسال. هناك جبهة يعني يجب أن تكوني هناك لكي أو تنظري إلى الخريطة، جبهة 60 كيلومتر أخذ حزب الله على عاتقه مع سكان القرى الشيعية الدفاع عنها، يعني اختصر أو أخذ عن كاهل الجيش أكثر من نصف هذه الجبهة المواجهة لآلاف المسلحين الموجودين على الحدود اللبنانية في جرود أرسال. الجيش اللبناني تولى الصد أو منع أي اختراق يحصل اتجاه القرى المسيحية أو المختلطة، تحديدا الفاكهة وراس بعلبة والقاع. هذا فيما يتعلق بالمجموعات الظاهرة المسلحة الموجودة فوق الأرض. هناك وجه آخر للإرهاب، هو تلك الخلايا النائمة التي لا تفتقد وتقوم بعمليات إرهابية في أي مكان، تفجيرات انتحارية، سيارات مفخخة، يعني اغتيالات إلى آخره. هذا وجه آخر حزب الله لا يتعاطى به إطلاقا. بمعنى ماذا لا يتعاطى به إطلاقا؟ لأنه ما شغلته، ليس هو الدولة، ربما ينسق مع الدولة إذا وصلته معلومات أمنية. هذا الأجهزة الأمنية الاستخباراتية في لبنان تنسق فيما بينها وتنجح في كثير من الأحيان في الانقضاض على خلايا بدأت تستيقظ قبل استيقاظها، وهذا ما حصل. يعني كشفت أكثر من 15 نعم أمنية. هناك خلايا بالفعل موجودة وتم رصدها في بعض الـ 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 التقارير، لكن أعود مرة أخرى إلى جزئية حزب الله. أنت حضرتك تقول إنه حزب الله تصدى بالفعل لبعض العمليات التي حاولت تنظيم داعش أن يقوم بها. هناك في المقابل بعض التصريحات من بعض الرموز في حزب الله تقول إنها لن تتصدى لهذه المعركة، وأن هذه هي معركة الدولة الإسلامية. أنت تشكك إذن بهذه التصريحات، يعني إنه حزب الله سيكون جزءا من المعركة مع داعش في حالة دخوله؟ حتما هو جزء. أنا أقول معيني أنا واضح يا سيدتي، متى حزب الله أنكر على أنه يتصدى؟ حزب الله أمس قام بعملية نوعية وضرب مركزا لداعش موجود في الجرود. حزب الله منذ أسبوع ضرب أكبر رأس لداعش، قيادي كبير لداعش منذ أسبوع فقط موجود في تلك الجرود. أنا لا أفهم الكلام، تصريحات من هنا وهناك، لا هي مزورة في يعني. بعض ربما تكون مزورة لكنها موجودة. طيب نعود مرة أخرى إلى مسألة الخلايا النائمة. إلى أي مدى هذه الخلايا النائمة تمثل خطورة؟ بمعنى حجمها إلى أي مدى يمكن أن يعني يمثل خوفا أو قلقا على الداخل اللبناني في حالة دخول بعض العناصر النوعية من داعش، ربما تدعمها هذه الخلايا بقوة عددية أكبر؟ هذه الخلايا النائمة موجودة في أكثر من مكان، إنما البيئة الحاضنة في لبنان بدأت تضيق كثيرا على داعش. هذه الخلايا موجودة في بعض الأزقة والشوارع الفقيرة في بعض المدن اللبنانية. قوى الأمن والأجهزة الأمنية تعلم بها، تداهمها من وقت إلى آخر. هي موجودة في المخيمات الفلسطينية وتحديدا مخيم عين الحلوي، يعني ليس هناك من يخفي. كل التقارير تقول على أن داعش بدأ يتمدد في المخيم على حساب الآخرين. هذه الخلايا توجد أيضا ربما في بعض التجمعات السورية، حيث هناك 1,500,000 على الأقل نازح سوري. نعم هذه الخلايا التي يمكن أن تستيقظ، إنما لا يوجد بيئة حاضنة كبيرة في لبنان. الشعب اللبناني يرفض الإرهاب ولو اختلف سياسيا. الشعب اللبناني يؤازر، يعني كل مواطن خفير يساعد القوى الأمنية في كشفها. لبنان لا يزال مستهدفا مما لا شك فيه، شأنه وشأن غيره، إنما يعني لا يجب الهلع، لأنه نجحنا أكثر من غيرنا. أنا يا سيدتي في مركزنا
استمع الى مراسلين اجانب وخبراء، وكذلك في المؤتمرات ثبت عنا ان لبنان هو اكثر دوله استطاع فعلا ان ينجح في وعد الارهاب. هنا اريد ان اوضح الارهاب يجب وحده في عقل اداره في نقطه انطلاقه، وليس انتظاره عسكريا على نقطه. طيب يعني جملتك هذه تقودني الى السؤال التالي، هل برايك انه انحسار قوة داعش في العراق وسوريا هو ما أدى بها إلى أن تبحث عن ساحات جديدة وتقوم بعمليات إرهابية في مناطق أخرى مثل لبنان والسعودية؟ بالطبع كانت هناك بعض العمليات في لبنان والسعودية على مدى سنوات سابقة، لكن في الفترة الأخيرة هناك تراجع كبير لنشاط داعش في العراق فيما عدا طبعا حدث الكرادة الأخير. هل ترى أنه هذا انعكاس أو رد فعل ورغبة من التنظيم أن ينقل نشاطه إلى مناطق أخرى وأراض جديدة؟ هذا شيء طبيعي جدا، منذ إنشاء هذا التنظيم يعمل فوق الأرض ويعمل تحت الأرض ويعمل كحرب عصابات، وهناك كما ذكرنا نعم دائما يرسل برسائل وليس بالضرورة يعني أن تكون ردة فعل، هي أحيانا تكون متزامنة. كلما خسر هذا التنظيم عسكريا على الأرض وهو يتعرض للملاحقة العسكرية بأكثر من مكان في العراق، هزم في الفلوجة اليوم في منبج وفي أكثر من مكان، يلاحق شيء طبيعي أن نراه يتحرك من تحت الأرض بعمليات. هذا واضح جدا جدا جدا، وهو يرسل رسائل أن أذرعته طويلة وتنال أكثر من مكان. نعم هذا صحيح. طيب أشكرك سيادة العميد ركن هشام جابر الباحث في قضايا الإرهاب متحدثا إلينا من بيروت. بس لو سمحت لي عندي تعليق وتعقيب. يعني قال العميد جابر أن حزب الله ليس هو الدولة، عندما سألتيه عن ملاحقة الخلايا النائمة. حزب الله يصادر الدولة في لبنان، حزب الله يضع يده على المؤسسات الأمنية، يضع يده على المؤسسات الاستخباراتية، لديه مناطق مقفلة ممنوع على الدولة اللبنانية والموظفين الحكوميين دخول إليها، فكيف ستستطيع الأجهزة الأمنية ممارسة عملها بكل شفافية وبكل ما يعني بكل جهد إذا يعني مع وجود هذا التنظيم الذي أساسا يمارس سلطاته داخل المناطق التي يسيطر عليها وخارجها. يعني يوجد العديد من المناطق في لبنان ممنوع على الجيش اللبناني أن يدخل لها، ممنوع على القوات الأمنية الأخرى كالشرطة وغيرها أن تدخل لها، فكيف تستطيع أن تمارس هذه المؤسسات دورها؟ وبالتالي فإن أي اختراق أمني من خلايا نائمة من داعش أو جبهة النصر أو غيرها، حزب الله قبل غيره يتحمل مسؤوليتها في لبنان، لأنه رهن أو وضع لبنان بشكل رهينة بيد السلطات الإيرانية، وبالتالي فإن أي شيء يحصل على الأرض يعود السبب الأول والأخير لحزب الله ولوجوده ولسيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية. هو طبعا لاعب رئيسي وليس فقط من الناحية العسكرية أو من ناحية الدفاع، لكن أيضا من الناحية السياسية. يعني هو في المشهد السياسي اللبناني أيضا من الناحية الأمنية، ولديه أجهزة استخباراته الخاصة. هو ليس بحاجة إلى أن تمده أجهزة الاستخبارات اللبنانية بمعلومات، لديه مصادر معلوماته الخاصة. طيب يعني إذا أردنا أن نوسع الحيز قليلا وننظر إلى تجربة العراق وسوريا وما حدث بهما وبالتحديد العراق، الهزائم التي مني بها داعش مؤخرا لا شك أنها تعود إلى أسباب مختلفة، من ضمنها تدخل الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية التنظيمية والتدريبية بشكل فاعل في العراق. يعني هي دخلت إلى الساحة لتدرب العناصر العراقية وترسم الخطط، وهذا أتى بنجاحه بشكل كبير واستطاعت بالفعل أن تحرر مناطق عراقية عديدة. هل تتوقع، وطبعا ده للحفاظ على مصالحها، مصالح الولايات المتحدة وليس لمساعدة الشعب العراقي، هل تتوقع لنفس الدافع أن يكون الولايات المتحدة دورا في مناطق أخرى تنتقل إليها داعش؟ بمعنى أنه قد تتدخل بشكل أو بآخر في لبنان مع وجود علاقات جيدة أعتقد مع الحكومة اللبنانية وتخوف من زيادة هيمنة سورية وما إلى ذلك؟
يعني المعارك التي يخوضها الشيعة